استاذ نبيل عبد النعيم المخرج. اهلا وسهلا حضرتك يا استاذنا. مساء الخير، وحشتوني. النهارده حلقه حلوه قوي 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 قوي. عندنا فرح صاحب اغنيه ليله العمر. عندنا الاسطوره محمود الخطيب وهو بيتكلم عن والدته. بعد كده رايح النادي، كان عندي تمرين الساعه 3، وانا في التمرين جالي خبر رفع. بيقولوا الضحك بيجيب ضحك، طب تعالوا نضحك شويه. انا اول مره اعرف ان شعبان عبد الرحيم اسمه قاسم. الحقيقي اسمه قاسم عبد الرحيم حسن. يلا نتفرج مع بعض على الحلقه. أعز أصدقائي في الوسط الفني الملحن العبقري رياض الهمشري، الله يرحمك يا رياض. رحلة كفاح طويلة قوي، هو اللي عمل لي اللحن بتاع كان الكلام من فضة دلوقتي أصبح ذهب، وهو اللي غناه، وهو اللي غنى أغنية ليلة 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 العمر، وهي برضو من ألحانه، وهو اللي عمل اللحن الجميل لخالد عجاج الست دي أمي، الله يرحمك يا رياض. تعالوا نتفرج على فرح رياض الهمشري وزوجته غادة. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. مشاهدينا في كل مكان مساء الخير، واهلا بيكم معانا في ليله عمر جديده وعلى طريقه الافراح والليالي الملاح. يتشرف المعد الصحفي حازم الحديدي، المخرج نبيل عبد النعيم، وانا انجي انور بدعوتكم لحضور حفل زفاف فنان دعا بعوده فاخرج لنا راجعين كان عندك حق يا ليله، ما تخلي اللي في قلبي في قلبي كمان نانا، واكتر من كده ايه وايه وحاجات كتيره جدا. ضيفنا النهاردة الموسيقار الفنان رياض الهمشري وزوجته غادة. في برنامج الست دي أمي كان في حاجة غريبة جدا، مهما الضيف كان نجم ومهما بلغت نجوميته وشعبيته
اول ما بيتكلم عن الام بيبقى طفل صغير. تعالوا شوفوا الاسطوره محمود الخطيب وهو بيتكلم عن والدته. شوف هو تفاصيل الرحيل ده الحقيقه طبعا الاعمار بيد الله يعني كبدايه يعني عشان اصل الموضوع فيه حته كده مهمه جدا والجمله دي قالها لي ابويا بعد الوفاه على طول. انا لما كنت برجع من تمرين يوميا بالليل فامي كانت فعلا بتقوم وتقف في المطبخ وبتشتغل وبتعمل لي تحضر لي اكل ولازم اكل بقى زي ما قلت اكل غذائي يعني. فبتقف في المطبخ بعديها بعد نص ساعه ولا حاجه بتروح نايمه في سرير وتعبانه جدا من جنبها. الكلام بيتكرر كتير قدامي فابتديت يعني مضايقني الموضوع مضايقني يعني. ومع ان اخواتي بنات كتير وكبار يعني احنا عندنا يمكن انا رقم 10 في اخواتي وعندنا 6 بنات ورا بعض الاول كلهم بنات وبعدين جم بقى صبيان فكبار يعني كبار في السن يعني. لكن هي كانت مصممه هي اللي تقوم وهي اللي تشتغل وهي اللي تعمل بايديها. فلما لاحظت انها بتتعب فكنت حقيقه متضايق فاخدت راي دكتور ابراهيم الوكيل كان رئيس النادي الاهلي في التوقيت ده. قلت له يا دكتور حصل كذا كذا. قال لي طب ما نجيبها نكشف عليها ونشوف. فجبتها فعلا وخدت طبعا والدي ووالدتي الله يرحمهم ورحنا للدكتور وحاجه في الكلى. فالدكتور كشف وقال محتاج عمليه. فاحنا قاعدين في الاوضه ووالدتي موجوده ووالدي واحنا خارجين راح والدي اخذنا على جنب وهي مش سامعه وقال لي يا محمود بلاش عمليه عشان اتعملت عمليه قبل كده من 12 سنه والدكتور اللي عمل العمليه قال مفيش داعي لو تعبت ما تفتحوش تاني لان احتمالات وفاتها كبير. فطبعا انا اخذت الصوره زي ما هي رحت قايل تاني يوم للدكتور ابراهيم قلت له حصل نفس الكلام الحوار ده انها ممكن يعني. قال محمود يعني قال برضو الدكتور متخصص في الموضوع ده قال يا جماعه الطب تقدم الكلام ده من 12 سنه الطب تقدم وان شاء الله الاعمار بيد الله وموضوع احنا يجب ان احنا نسعى وموضوع مش. فكررنا العمليه. طبعا هي كان رأيها ايه كانت عايز تعملها؟ هي سايبه نفسها لان هي فعلا كانت تعبانه جدا فسايبه نفسها. وفي نفس الوقت والدي انا كنت يعني الله يرحمه كنت حاسس يعني بشيء عمري ما شفته قبل كده. رحنا يعني دخلنا العمليات قلت العمليات ويوميها انا كان عندي يعني رحت اعتذرت عن التمرين في النادي وقعدت معاها من ساعه ما دخلت اوضه العمليه لغايه ما خرجت. ولما خرجت من اوضه العمليات قعدت مستني لغايه ما فاقت من بينك. يوميها كان بالليل وفضلت قاعد لغايه تاني يوم الصبح. فلما قامت جه الدكتور شافها وكانت مش عارف اقول زي الفل. وعمري في حياتي ما شفت والدتي الله يرحمها بالحلاوه دي. وشها منور. يعني حاجه جميله جدا وقامت وكلت وكلمتني وخلاص. فاطمنت جدا. بعد كده رايح النادي كان عندي تمرين الساعه 3 وانا في التمرين جالي خبر الوفاه. فكان كابتن عبد الصالح الوحش ويعني المهم بلغوني بالخبر يعني. فخلاص رحت البيت رحت المستشفى كانت راحت البيت رحنا البيت. فاول ما دخلت لوالدي الله يرحمه وانا بحضنه ما قاليش حاجه بس عينيه بتقول لي يعني عينيه بتقول لي يا محمود مش انا قلت لك يعني فاهم. فهو حس طبعا من كتر ما انا كنت يعني متاثر فحس فقال لي محمود رحمه الله طبعا يعني محمود العمر بيد الله. فده كان يوم مش فاكر كان يوم ايه بس بعديها ب 48 ساعه كان في مباراه الاهلي والترسانة. هنا بقى قيمه الاب والام او قيمه الام والاب يعني. انا يوميها طبعا ما كنتش قادر الحقيقه لان حاسس بتاثر شديد جدا من جوايا يعني. و ما رحتش التمرين طبعا بتاع قبل المباراه بيوم ما رحتوش والمباراه مش هلعبها يعني الموضوع بالنسبه لي مش. فكانوا عايزين نلعب في النادي فقالوا لوالدي يعني. فوالدي طبعا كنت رحت نمت عند واحد صاحبي فجالي وقعد معايا لوحدينا في اوضه لوحدينا بقى قال لي يا ابني انا عايزك تلعب ماتش بتاع بكره دوت لازم تلعبه ولازم عشان تخرجنا كلنا من الحزن اللي احنا فيه واكيد امك الله يرحمها اكيد هتبقى راضيه عن ده جدا وقيمه ان الجمهور يحبك وقيمه الجمهور الناس يبقى عندهم ثقه فيك انك انت لازم تتواجد عشان ترد للناس دي جميلهم. وهو اللي نزلني
والماتش ده من اغرب ماتشات لعبتها في حياتي، ان فعلا 90 دقيقه انا مش حاسس باي حاجه، غير ان صورتها وغير ان الجمهور النازل عارف بيبتدي قالوا بيقولوا يعني اللقب الحمد لله ربنا، يعني ان هم يقولوا بيبو بس بيقولوها بشيء حزيني. فابتدت الموضوع بالنسبه لي بقى يعني كمان ايه زياده، كل اللعيبه بتوع الترسانه كان ضد الترسانه الماتش، كل لعيبه بتعزيني في الملعب لانه كان تاني يعني بعديها 48 ساعه، فما حدش لحق حتى فطبعا 90 دقيقه عدت. بس هنا برجع من ورا بقول لك قيمه جديده جدا يعني. الست دي امي. ما تيجوا نضحك شوية، الضحك بيطول العمر. عندنا كل الفنانين في برنامج الدماغ فيها ايه؟ ضحكوا. عملنا مونتاج للضحكة دي وعملنا لكم في كليب صغير عشان تقولوا لنا مين أصفى وأجمل ضحكة. برنامج مذيع لأول مرة كان المذيع الأستاذ سيد زيان، وكان الضيف شعبان عبد الرحيم. وشوفوا الصراحة اللي كان فيها قاسم، ما هو شعبان عبد الرحيم اسمه قاسم ومن مواليد الشرابية، وكمان ما كسفش يقول على أصوله وقال إن أبوه مكوجي. الله يرحمك يا شعبان. أعرف البطاقة بسرعة، البطاقة الشخصية. أنا معايا عائلية. الاسم معايا عائلية. أنا عائلية طب يعني تنفع العائلية؟ احنا لنا بركة الله ربنا. الاسم انا اسمي الحقيقي اسمي قاسم عبد الرحيم حسن. انا قاعد مع قاسم. اللي هي قاسم بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها. يا قاسم يا عيني. طيب الحالة الاجتماعية؟ متجوز ومعايا عيال كتير بصراحة يعني. 47 47 عيل؟ 22 لا 12 يعني بتاع ستة. ستة ربنا يخليهم لك. الله يخليك يا باشا. السن ولا مكسوف تقول زي؟ لا انا مواليد 55، ما اعرفش يبقوا كام سنه بقى. 55 ده انت صغير يعني. باين انه 55 سنه. الجذور عشان نبتدي زي الزرع. الجذور منين؟ انا مولود في عزبه بلال في الشرابيه. هنا في مصر يعني. الاب؟ ابويا صعيدي من سوهاج. مهنه؟ مركز تحت مديريه سوهاج. ابويا اساسا شغلته مكواجي. هو عم مكواجي مش مكواجي من الخنافس المكواجي الايد ده، لا ده مكواجي رجل قديم بتاع زمان محترم. طيب وطلعنا كلنا بقى انا واخواتي معاه، طلعنا كلنا بقى مكواجي رجل محدش لا مفيش الايد دي لحد دلوقتي، ما اخواتي فيها لحد دلوقتي بالرجل لحد دلوقتي. فاكر الفلوس اللي كنت بتاخدها هي فلوس صغيره قوي بس كانت حلوه قوي برضه عم سعيد. يعني كانت فلوس صغيره بس حلوه. خمسه يعني 5 10 7 ساعات مفيش وساعات مفيش لحد ما كبرت كده وانا بغني عم سعيد في الافراح. انا ما تعرفتش اولا الا من ساعه شريط بطل السجاير واسرائيل الشوال الاخرانيين دول في رمضان اللي فات. انما قبل كده بقى كنت انا مقضيها افراح بلدي في الشارع، يا الظابط يجي يشطب الفرح يا واحد شقي يجي يشطب الفرح. كانت هي دي اللي كنت تستنى على واحد من الاثنين لازم يجي، لازم يا ده يا ده اي حد، المهم ان الفرح يبوظ ونقبض بقى نص قبض يا ما قبضناش هي وظروفها. الحلقه خلصت. يا رب ايامكم ولياليكم تبقى خير وسعاده وصحه وستر. سلام عليكم.